مستمعينا الكرام، مستمرون معكم بمشيئة الله تعالى في هذه التغطية من استوديو الحج عبر إذاعة المملكة العربية السعودية من مزدلفة. وينضم معنا في الدقائق القادمة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه في جامعة القصيم. فضيلة الشيخ خالد، السلام عليكم وأهلا وسهلا بك معنا عبر إذاعة المملكة العربية السعودية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، مرحبا بك وبالأخوة والأخوات المستمعين. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، استغل تواجدك معنا في هذه اللحظات وتحدثنا حول مشعر مزدلفة. الحجاج الآن بدأوا يتوافدون، من خلال الصور التي نشاهدها بدأوا يتوافدون إلى هذا المشعر، إلى المشعر الحرام والذي ذكر في كتاب الله عز وجل. نريد أن نتعرف حول مكوث الحجاج ومبيتهم هذه الليلة في مشعر مزدلفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة للمستمعين والمستمعات، وأسأل الله تعالى أن يتم للجميع القبول وأن يجعل هذا الحج حجا مبرورا ويتقبل صالح العمل من العاملين حيث كانوا. مزدلفة هي أول المنازل التي يأتيها الحاج في الحرم بعد وقوفه بعرفة، ولذلك سميت مزدلفة لأن الحاج بنزوله يقترب إلى الحرم، وتسمى أيضا جمعا لأن الناس يجتمعون فيها، وقد سماها الله تعالى المشعر الحرام في قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وسماها الله تعالى بالمشعر الحرام لأن الصلاة فيها والوقوف والدعاء والذكر من معالم الحج، ففيها وقوف وفيها دعاء وفيها ذكر وفيها صلاة، وهذا كله من معالم الحج وفروضه التي أمر الله تعالى بها عباده. وسمي هذا الموضع حراما لأنه أول مواضع مناسك الحج داخل الحرم، فعرفة تسمى المشعر الحلال لأنها بقعة عظمها الله تعالى في الحل، وأما المزدلفة فهي أول ما ينزله الحجاج في الحرم تعظيما لله عز وجل وطاعة الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دفع إلى مزدلفة من عرفة لما غابت الشمس وذهبت الصفرة، وأوصى صلى الله عليه وسلم الناس في دفعهم من مزدلفة من عرفة إلى مزدلفة بالسكينة. فما وصل صلى الله عليه وسلم مزدلفة أمر المؤذن فأذن، ثم أقام صلى الله عليه ثم أمره فأقام، فصلى المغرب صلوات الله وسلامه عليه في أول ما عمله وأول ما فعله عند وصوله إلى مزدلفة. قبل أن ينزل الناس رحالهم بدأ بالصلاة، فجمع بين المغرب والعشاء، وهذا مسارعة منه صلى الله عليه وسلم في امتثال ما أمره الله تعالى به، حيث بادر إلى الصلاة قبل إنزال المتاع وإنزال الرحال. قال كما قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، بل جمع بينهما وقصر العشاء، فبادر إلى ما أمره الله تعالى به من الاشتغال بذكره في أول نزوله مزدلفة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم اضطجع، ثم استيقظ في أول الوقت، أول وقت الفجر، حتى ظن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه صلىها قبل دخول الوقت. أمر المؤذن فأذن في أول الوقت وصلى، صلى صلاة الفجر في وقتها لكن باكرا على خلاف المعتاد. بادر إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه في مزدلفة في صلاة الفجر في أول الوقت ليتسع الوقت للذكر بعدها وقبل الدفع إلى منى، لأن وقت الوقوف بمزدلفة هو ما بعد صلاة الفجر إلى قبيل شروق الشمس وطلوعها، فإن المقصود بالمبيت هو الذكر والدعاء بعد صلاة الفجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس لما جاءه سائلا، قال: من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في مزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثا. وهذا يدل أنه النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالصلاة لأجل أن يشتغل بذكر الله وسائر ما يشرع من الأعمال في هذا المشعر الحرام. بعد أن صلى الفجر صلوات الله وسلامه عليه في موضع في مزدلفة ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، والمقصود المشعر الحرام يطلق على جميع مزدلفة، ويطلق أيضا على الموضع الذي فيه المسجد الآن. فاستقبل صلوات الله وسلامه عليه القبلة، فدعا الله وكبره وهلله ووحده،
بهذا يكون قد حقق ما أمره الله تعالى به من ذكره جل في علاه في هذا المكان المبارك في قوله تعالى فإذ فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ومزدلفة كلها موقف لا يلزم أن يقف الإنسان في هذا المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا يعني في المشعر الحرام عند المسجد، وجمع كلها موقف يعني ومزدلفة كلها موقف، فلم يزل واقفا صلوات الله وسلامه عليه حتى أسفر جدا يعني حتى انتشر النور والضياء، فدفع صلوات الله وسلامه عليه قبل أن تطلع الشمس مخالفة لما كان عليه عمل المشركين في الجاهلية أنهم كانوا لا يدفعون حتى تشرق الشمس، فخالفهم صلوات الله وسلامه عليه وبادر بالانصراف من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. الوقوف بمزدلفة منسك من مناسك الحج، وقد ذكره الله تعالى بعد عرفة في قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وللعلماء في حكمه أقوال، منهم من قال إنه واجب من واجبات الحج وهذا قول أكثر أهل العلم، ومنهم من قال إن المبيت بمزدلفة الوقوف بمزدلفة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، وهو قول بعض التابعين وقول عند الشافعية، وقيل إن المبيت سنة، والصواب أنه واجب من واجبات الحج. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحرص على أن يعمر وقته في هذا المكان المبارك بذكر الله عز وجل ودعائه والتضرع إليه، فهو صلة ما كان في عرفة من عمل صالح، فإن عرفة ملئ وقتها بذكر الله ودعائه والتضرع إليه، ولم يقتصر أمر الله علينا أمر الله لنا بالذكر في عرفة، بل قال فإذا أفضتم من عرفات بعد ذلك الموقف والمشهد العظيم قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فهذا صلة ذكر بذكر وصلة عمل صالح بعمل صالح. وليجتهد المؤمن في امتثال أمر الله عز وجل واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أجره في عمله وحجه بقدر ما يحقق من الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول في جميع منازله التي نزل فيها خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والوقوف بعرفة الوقوف بمزدلفة في الأصل أن يكون كما كان فعله صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الدفع من مزدلفة لذوي الحاجات، فمن كان ذا حاجة فيجوز له الدفع من مزدلفة والتقدم إليها ليلا قبل صلاة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في للضعفة قبل الفجر، بل قدم النبي صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها صلى الله عليه وسلم قبل حطمة الناس يعني ازدحامه قبل ازدحامهم واجتماعهم الذي قد يحصل به نوع من التضرر على أو المشقة على الضعفاء، فمن دفع قبل قبل الفجر له أن يأتي بما يكون من أعمال يوم النحر من الرمي والحلق والطواف، لكن النحر نحر الهدي لا يكون إلا بعد إلا في يوم العيد. متى تبدأ الرخصة بالدفع؟ تبدأ الرخصة بالدفع من بعد مضي منتصف الليل، ويستحب لمن دفع من مزدلفة ليلا أن يقف داعيا قبل خروجه، فإن ابن عمر كان إذا قدم ضعفة أهله أمرهم أن يقفوا قبل انصرافهم إلى منى ويدعو ويذكر الله جل في علاه. هذا ما يتصل بما يكون من أعمال في هذا الموضع، بعض الحجاج يشتغل بجمع الحصى وقد يشتغل بغير ذلك من صعود جبال أو نزول أماكن، وكل هذا لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم، فالحصى التي يحتاجها من يحتاجها لرمي الجمار تلتقط من الطريق، ولا حاجة إلى أن يشتغل بجمع حصى كل الأيام من مزدلفة، فليس لمزدلفة خاصية في جمع الحصى بل تؤخذ من حيث تيسر. الله يعطيك العافية فضيلة الشيخ، شكر الله لك، كتب الله أجرك، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه في جامعة القصيم، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم وأشكركم وأسأل الله أن يتم للحجاج حجهم وأن يتقبل نسكهم
وأن يقبلنا جميعا ووفق ولاة أمرنا وأن يسددهم على ما يبذلونه من جهود على ما يخدمون به ضيوف الرحمن، وأن يبارك في بلادنا وولاتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.